لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر
وأن جعلنا من أهلها. الله أكبر كبيرا كما أمر، والله أكبر كبيرا إرغاما لمن جهد به وكفر. الله أكبر لطف حين قدر، الله أكبر أزال الإلحاد عن الإسلام فأسفر. فبسم الله والحمد لله والله أكبر. أيها المسلمون، الوصايا في ديننا تبدأ بتوحيد الله بالعبادة والتوكل والرجاء، ثم الوصية بحسن الخلق القائمة على الصدق والمحبة والنقاء مع الأهل والقرابة والجيران والأصدقاء. دينكم عباد الله عقيدة وشعائر وآداب وقيم يأخذ بعضها برقاب بعض. القيم هي الصفات والأخلاق التي يعامل بها المرء غيره. يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله: كاد الأدب أن يكون جهدي الدين. ويقول ابن رجب رحمه الله: يظن كثير من الناس أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده. والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق العباد عزيز جدا، لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصديقين. ويقال: من عزيز الأشياء حسن الخلق مع الديانة، وحسن الإخاء مع الأمانة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يزداد المجتمع قوة بتنشئة ناشئته على معالي الأمور ومكارم الأخلاق وفضائل القيم وإبراز القدوات. علموهم أن الدين خلق، وأن من زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. علموهم بالقول والفعل أن التبسم صدقة وعبادة، وأن صلاح القلب في سلامته من الحسد ومن الحقد ومن الرياء والغلظة، ليكون قلبا صادقا سليما محبا للخير. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. العبادة كما هي في المسجد فهي في البيوت وفي الطريق وفي العمل وفي السوق. هي حين تبر والديك أحياء وأمواتا، هي حين تصل رحمك، وحين تقضي مصالح الناس وحاجاتهم، وحين تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. لا يستطيع مجتمع أن يعيش عيشة هنيئة ما لم يرتبط أفراده بروابط متينة من الأخلاق الكريمة والقيم النبيلة. وكما قيل: الألفة ثمرة حسن الخلق، والفرقة ثمرة سوء الخلق. الأخلاق والقيم هي الرطيب الذي يدفع للعمل والشعور بالمسؤولية. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نصر فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بارك الله لنا ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كان بعباده خبيرا بصيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى صحبه تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه ولا تعصوه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أيتها المؤمنات، أنتن الأمهات والأخوات والزوجات والبنات، تصنعن الرجال وتخرجن الأجيال. فاتقين الله وأقمن الصلاة والتزمن الحشمة والحياء، واحذرن التزين بما حرم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة. أيتها المرأة المسلمة، من أرادت الكرامة في الدنيا والآخرة والسعادة الأبدية والنجاة من الكروب والمضائق، فعليها بالإيمان والعمل الصالح،
ورأس مال المرأة المسلمة بعد توحيدها وإيمانها حياؤها وعفتها. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، ما أجمل الطاعة بعد الطاعة. فصوموا ستة من شوال شكراً لله وتزوداً من الخير. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. عباد الله، إن شهركم قد رحل ورمضان قد أفل ولا انتهى من صالح العمل. فلا تغلقوا مصحفا ولا تمنعوا رغيفا ولا تحرموا محتاجا ولا تقطعوا إحسانا ولا تهجروا صياما ولا تتركوا قياما. وأديموا تضرعكم لمن لا تغيبون عنه. ما أحسن الإحسان يتبعه الإحسان، وما أقبح العصيان بعد الإحسان. افرحوا بعيدكم في حدود ما أحل الله لكم. ومن صام عن المحارم كل الدهر كانت له أعيادا في الأرض وأعيادا في السماء. تقبل الله طاعاتكم ورضي عنكم وأرضاكم وحقق في الخير مناكم وأسعدكم ولا أشقاكم. أديتم فرضكم وأطعتم ربكم وصمتم شهركم. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. وعيدكم مبارك. افرحوا رحمكم الله بنعمة الله عليكم. افرحوا بفطركم كما فرحتم بصومكم. جعل الله سعيكم مشكورا وذنبكم مغفورا وزادكم في عيدكم فرحة وحبورا وبهجة وسرورا. عباد الله، ومن أتى منكم في هذا اليوم من طريق فليرجع من طريق أخرى إن تيسر له ذلك، ابتداء بنبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وأدم على بلادنا أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ومتعه بالصحة والعافية. اللهم وفقه وولي عهده الأمين لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم انصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. ووفق اللهم جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم فرج هم المهمومين، ولبس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد. الله اكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة واصيلا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما.